اهلا وسهلا وصباح الخير والانوار. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح. اليوم رح اكون زي ما قلنا لكم امبارح لونلي، لحالي سولو، بس محضرت لكم موضوع كتير 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 حلو كتير. استنى إيهابه، بس خليني احكي الجمله قبل ما تطلع باغنيه. يا عمي انتوا رجال وحياة الله ما احنا قادرين نفهمكم، والله العظيم ما احنا قادرين نفهمكم. شوفوا، امبارح قرأت عبارة وبحبشت فيها، لقيت انه في منه الحكي. بقول لك بدك يحبك عن جد ما تحبيه. هلا احنا قبل مستمعينا ومشاهدينا الكرام ناقشنا موضوع بصحصح انا ورهف بانه الرجل يعشق معذبته، ولكن احنا دائما بنقول انه ما في ثوابت تنطبق على كل علاقة، كل علاقة لها خصوصية، لها تكوينها النفسي، تكوينها الاجتماعي، الرومانسي والى اخره. بس اللي بتفاجأ منه اليوم وانا عم بقرأ، بقول لك الرجل يعشق لعبة القط والفأر، بيموت الرجل بطبيعته لانه صياد يبحث دائما عن المتاعب. مينينج الفرق بين الرجل والمرأة، المرأة تعشق لحظة الوصول، يعني بتستنى اليوم اللي رح تتجوز فيه وتلبس الأبيض وتتكلل قصة حبها بالنجاح وبالزواج. الرجل مش إنه مش حابب يتجوزك، هو حابب، ولكن حابب إنه طول الفترة لأنه يعشق الرحلة. الرجل بحب الإثارة، بحب المشاكل، بحب إنه تسكر الخط مرات بوجهه، بحب إنه يستنى منك مسج. الرجل لا يعشق المرأة التي يبكيها، يعشق المرأة التي تبكيه، مش ضروري بالمعنى الحرفي للكلمة. فمنقول دائما للستات اللي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا، هي لعبة، الحب هو لعبة، وإتقان هذه اللعبة يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الحنكة، ويحتاج إلى الذكاء. لأنه في ستات رح يسمعونا رح تصير شو تتمنع، ودائما تكون هي العنيدة، ودائما تكون مصرة على موقفها وما تحكي معه لمدة أسبوعين وتكسر الدنيا. لا، كمان الرجل كرامته بتهمه، لازم تعملي بالانس، تحققي توازن ما بين القرب والبعد، ذكاء المسافة، لا تقتربي كثيرا فتحترقي، ولا تبتعدي كثيرا فينساكي. هيك هم بيقولوا، والله أنا ما أنا عارفة شو اللي بنقال. خليني أعطيكم إثبات مترجم على أرض الواقع ليش الرجل يهوى المتاعب. عمرك سألتي حالك ليش الرجل بيحب البلاي ستيشن وانت بتستسخف بيلعب مع أصحابه بلاي ستيشن؟ بحب البلاي ستيشن، بحب الأتاري، أيام الأتاري، غبر الأتاري، بحب الألعاب الإلكترونية. ليش؟ لأنه بحب دائما يكون في إثارة وحماس بحياته. اللعبة السهلة عمرك سمعتي عنها؟ لا، أصعب الألعاب الإلكترونية هي التي تلاقي رواجا. بحب إنه إشي يتحدى ذكاؤه، ينافسه عن جد. إذا بتلاحظوا الألعاب التي حققت شهرة عالمية هي الألعاب الأصعب. مثلا في لعبة سوبر ماريو، أنا عمري ما لعبتها صراحة، لعبة سوبر ماريو هي من الألعاب السهلة، بس ليش حققت شهرة طويلة؟ لأنه الرحلة فيها طويلة حتى يصل ماريو إلى الأميرة وينقذها. يعني بكل مرحلة من المراحل هو لازم يكون في قتال شر مع الوحوش، لازم يكون في عناء ويكون في مشقة ويكون في تعب. فماريو ما بتهمه كتير الأميرة، بتهمه الأميرة، بس بهمه غير الأميرة الصعوبة والمسار الطويل. هكذا هم الرجال، الرجل هو سوبر ماريو. بس على فكرة في شوية تناقض، أو ما بعرف يعني. هلأ شوفوا، لا تفكروا بأنه في رجل على وجه الأرض ما بحب الست الذكية، الست المثقفة، والست القوية والمستقلة والقد حالها، ويتزوجها هذه المرأة لأنه هو بهمه أنه أم عياله وأم أولاده تقدر أنها تدير البيت وتقدر أنها تربي جيل صح. ولكن بنفس الوقت هو يتطلب من المرأة أن تحتاجه، يعني كوني قوية وذكية بس احتاجي، يعني كوني سي اي او شركة بس مرات قولي له مثلا خد هاي المربى، شو بسموه، مرطبان، المربى مطربان، مش قادر افتحه، افتح لي اياه لو سمحت. وهي سي او شركه، يعني هو يعشق احتياجك له. بس ما في زلمه على وجه الارض بحب تحسسيه انه هو محور الكون، ما في بني ادم على وجه الارض بحب يحس انه احتياجك له يصل الى درجه انه هو الهوى. اذا بيروح من حياتك بتبطلي انت تتنفسي. تخيلوا في نظريه نفسيه بتقول، او انا اخترعتها يمكن، بتقول بانه الرجل يعشق المراه اللي هو بيعرف ضمنياً إنه حتى لو انفصل عنها رح تقدر تكمل حياتها عادي، بيموت عليها هاي الست. نفسي أفهم شو بدكم.
بقول لك سيكولوجية المرأة هي الصعبة. نطلع فاصل ونرجع نكمل تحليل. يلا مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بمشوارنا الصباحي لليوم صح صح، وعم نحكي عن موضوع صراحة يعني يشغل عقول وقلوب عدد كبير من الرجال والستات. النظرية صحيحة ولا مش صحيحة؟ نتقل على الرجل ونطنشه ونتجاهله ولا نحبه وندير بالنا عليه ونعامله بطريقة منيحة؟ والله ما احنا فاهمين. اسمعوا، إذا بتفتحوا على يوتيوب مثلا، تكتبي على يوتيوب فن التعامل مع الرجل، اكتبي مثلا كيفية أو فن التعامل مع الرجل، بتطلع لك سيل هائل من النصائح. عنوانها شو؟ تجاهليه، كيف تجعلين الرجل يغار، الرجل يعشق معذبته، لا تجعليه يضمن بقائك، سيأتي راكعا لو اتبعت تلك الحيل، احرقي قلبه وعقله، سيعود رغم أنفه بعد الفراق بثلاث خطوات فقط، سبع خطوات مجربة للانتقام منه، سيندم على إهماله لك ويركض خلفك كالمجنون لو طبقت هذه الوصفة السحرية. ليه؟ لماذا هذا العناء؟ ليش؟ ليش لازم نتعامل مع الرجل إحنا كنساء بطريقة عدوانية، طريقة فيها عنجهية، فيها إيجو، فيها عزة نفس عالية عشان يقدر قيمتنا؟ في واحدة مبارح لما قلت لها أني بدي أفتح هذا الموضوع، قالت لي يا ندوش عمرك شفتي واحد كتب قصيدة بست بتعامله منيح وبتدير بالها عليه بحياتك؟ دائما بكتب عن الست اللي شال لي أمله، اللي مش مخلي عليه، اللي كل ما يبعت 50 مسج بترد عليه بإيموجي ضحكة أو قلب أو غمزة. إيش بدكم؟ ماذا تريدون أيها الرجال؟ هلأ وأنا عم بحضر وهيك ببحبش، لقيت قصة، مش قصة يعني، هي حادثة صارت مع روائية لامعة. هاي الروائية لم يتم ذكر اسمها طبعا احتراما لخصوصيتها، بقول لك أحبت رجلا مناضلا فخلدته في الكثير من أعمالها وجعلت منه بطلا أسطوريا لا يتكرر، وما إن بزغ نجمها وذاع صيتها، يعني صارت كتير مشهورة ومعروفة في الأوساط الأدبية والإبداعية حتى أنكر حبها وراح يكيل لها عشرات التهم، فادعى بأنه هو اللي كتب لها هاي الأعمال واصفا إياها بالابنة غير الشرعية للغة، أنه هي ما بتعرف تكتب، أنا اللي كتبت لها. لا يلام، هذه الأدبية قد أساءت لنفسها، أو هذه الأديبة قد أساءت لنفسها مرتين، مرة يوم تفوقت عليه وأخرى يوم عملقت شخصه وخلدت ذكره. صح 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 صح